بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة، أخواتي الطالبات، أقسام النهائية: رياضيات، تقني رياضي، وعلوم تجريبية. أقدم لكم بعض التمارين فيما يخص الاستدلال بالتراجح، انتبهوا مليح. إذا التمرين UN متتالية معرفة ب يو صفر يساوي واحد، ومن أجل كل عدد طبيعي ان يو ان زائد واحد يساوي جذر يو ان زائد اثنين. برهن بالتراجع أن من أجل كل عدد طبيعي ان يو ان محصور بين صفر واثنين. الحل: أولا نبدأ نتأكد من أجل أن صفر يساوي صفر، إي صفر محصورة ما بين صفر واثنين. إذن أنا واحد محصورة ما بين صفر واثنين. إذن الخاصية صحيحة، من أجل أن صفر يساوي صفر، نفرض أن الخاصية جأن من أجل أن أكثر من زر. البرهن برهن أن إذن UN UN زائد اثنين أي
صحيحة من أجل أنفسنا ومنه أن بأن صحة معناه من أجل كولي عدد بأن وانتهى الأمر.